السلام عليكم. في الثاني من كانون الأول من هذا العام 18 عممت الشرطة بياناً بعنوان رخصة قتل، وقالت إنها داهمت في عتمة الليل 47 طبيباً متدرباً وصيدلانياً تعلموا في جامعات أرمينيا بشبهة التزوير. هذا البيان الحاد، هذه القصة المخيفة أفضت إلى تحرير المعتقلين إلى بيوتهم بعد أيام لم يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة. فكان للمحامين المرافعين هذا الموقف. هي افتراءات باطلة مردودة على صاحبها وهي الشرطة والمباحث العامة. إن كانت الشرطة تؤمن حقا بأن هؤلاء يشكلون خطر على سلامة الجمهور، كان حريا بالشرطة أن تعتقل هؤلاء فور بداية التحقيق. فيما قالت الشرطة أن المشتبهين حرروا لبيوتهم، ولكن القضية مستمرة. ذهبنا إلى المكان الذي بدأت منه القصة، نقابة أطباء الأسنان العرب، وتحديداً رئيسها الدكتور فخري حسن. إنه إحنا في نقابة أطباء الأسنان العرب نستنكر الطريقة التي قامت بها شرطة إسرائيل من حيث الاعتقال في ساعات الفجر المبكرة والدراما اللي عملتها حول عملية الاعتقال. هذا تصرف غير مسؤول من قبل شرطة إسرائيل ونحن نرفضه إطلاقا. أولا، أنه في شهادات مزورة؟ نعم في شهادات مزورة، مزورة بمعنى أنه لا يعقل، وأنا شفتها بعيني، يعني مش أنه حدا يعني حكالي، وعندي أسماء حول هذا الموضوع، أنه ناس اللي قعدوا 5 سنوات في الأردن أو في إيطاليا وقدموا لوزارة الصحة إن شهادات، يعني وثائق مع علامات مع كورسات مع امتحانات مع مواد في الطب اللي بتشير إلى أنه هني قعدوا 5 سنوات في أرمينيا. فدكتور أمير شانون اللي كان مسؤول عن ترخيص المهن جاب الدوسيه تبعت الطالب هذا. تفضل، هذا الكراسير، تطلع على الجهة اليمين. بالجهة اليمين في عنا وثائق ومستندات بنفس اسم الطالب بنفس رقم الهوية بنفس رقم الباسبورت بتشير إلى أنه هذا الطالب كان في أرمينيا 5 سنوات. في الجانب اليسار من نفس الكلاسير في عنا 5 سنوات في الأردن وسنة في أرمينيا. فقالوا أنه أحد السماسرة طلب منهم 10,000 دولار وذكروا اسمه للسمسار هذا، وهو راح قدم للوزارة أنه هو هذا الشخص درس 5 سنوات. طب لما قعدنا مع شانون، يا عمي طب كيف هذا فات سنة رابعة؟ قال والله مزبوط. طبعا خطر. طب انت طالب فشل بسنة ثالثة، طيب لما السنة الثالثة لما فشل فيها هي لا تحسب، من المفروض ان لا تحسب، طب كيف وفات دغري رابعة؟ هذا السؤال لما تيجي تطلع على تسلسل السنين سنين الدراسة، طب كيف فات السنة الرابعة؟ نسبة الأطباء العرب في إسرائيل تقارب 30%، ونسبة الصيادلة العرب تفوق 50%. إنجازات هامة في هذا المجال لأقلية تعاني الاضطهاد والعنصرية والتمييز في الميزانيات وهدم البيوت وقانون القومية وغيرها. فهل أرادت المؤسسة أن تمس بهيبة الأطباء المواطنين العرب في إسرائيل، أم أن للقصة أساسا من الصحة فاختلطت الأمور ببعضها؟ أنا يعني متحدث وحسب المعلومات اللي عندي إنه الحديث يرجع عن شكوك حول 217 اسم، منهم 57 اسم في طب الأسنان. بغض النظر عن العدد، إذا كانت هناك ظاهرة من هذا النوع كان يجب أن نوقفها ولا نستمر ونغطي العفن من تحته السجادة؟ هذا السؤال المركزي يجب أن يكون. في موضوع الطلاب العرب في الداخل وتسجيلهم لموضوع الطب، عمل الكثيرون من البلاد ومن خارج البلاد، منهم شركات تجارية ومنهم طلاب طب سنة رابعة وخامسة عملوا بتسجيل طلاب آخرين إلى جانب تعليمهم. ومن الذين عملوا في هذا خذوا مثلا هذا الشاب السوري الذي أصبح خبيرا في شؤون الطلاب العرب بالداخل،
وشو علاقتك في تسجيل الطلاب العرب من الداخل في قضية التسجيل؟ أنا تعرفت عليهم بالصدفة، وأول الأربعين هدول اللي أجوا أنا يمكن بعرف شخصين بيناتهم. 38 شخص في سجلهم شخص من عرب 48 موجود هونيك. يعني أنت بتعرف مين الأربعين اللي اعتقلوا عملياً؟ عطوني الأسامي، أنا الشباب حطوني، أنا ما بعرف بيناتهم غير شخصين. شو نوع المساعدة اللي طلبوها منك الطلاب؟ أنا ما بعرفون هدول الطلاب، أنا تعرفت عليهم بعد ما تسجلوا بالجامعة. حلو، شو المساعدة اللي كانت هيهم؟ أنا هدول ما لي علاقة فيهم، أنا هدول ما لي بساعدهم، لأنه في واحد إجا عمل عقد مع الجامعة جابهم سجلهم، أنا ما لي علاقة فيهم، ما بحسن أتدخل فيهم كمان. وأنت بتشتغل هذا الشغل تسجيل طلاب؟ كيف؟ أنت بتشتغل تسجيل طلاب ولا ما بتشتغل؟ لا أنا عندي هواية، أنا ساعدت كذا واحد يعني. ما فهمت كيف يعني هواي. أنا ما عشان تعرفت عليهم ساعدتهم كذا يعني، بس هو اللي نجحهم بالفحص، هو اللي جاب لهم الزكاؤتات. من أنت عارف كلمة زكاؤت وهيك يعني؟ بحسك مرات إنه أنت خبير. من الشباب يعني متعلمون يعني أنا. أنت كتير خبير بقصصنا بالداخل. أنا كل معلومات عندي، إيه كله عندي. من وين؟ الحمد لله من الشباب الطيبة يعني الأخبار. تسمح لي أسألك ليش مهتم بهالقد في قضايا الداخل؟ مالي مهتم، هذول كلهم صحابيني يعني. نيجي للسؤال، سؤال الحلقة اللي سألوه كل الناس، طب كيف نجح؟ نجح لأنه في مافيا، أنا بقول لك في يعني كل العصابة هاي، وهذا سؤال مهم جدا. كيف الإشي بصير؟ بروح الطالب من أرمينيا، في بنك للأسئلة فيه 1800 سؤال، لأنه الأسئلة الامتحان هي تتكرر على مدار 20 سنة، ما تغيرت أكثر من 15 سنة ما تغيرت هاي الأسئلة. ففي عنا بنك 1800 سؤال بده يجي منهم بالامتحان 180. فيقعدوا 6 أشهر 7 أشهر يعملوا ماراثون حل أسئلة، طبعاً كل طالب يدفع 30,000 و40,000. بطريقة ما حصلت على 1600 سؤال التي تعيد على بعضها، عشرها سيأتي بالامتحان. مثلاً إذا أتاكم السؤال الذي يتحدث عن العلاقة بين صحة اللثة والتدخين فالجواب هو باء. إذا أتاكم السؤال الذي يتحدث عن حساسية أسنان الأطفال كمثال فالجواب هو ألف. ولتفهموا أكثر كيف يمكن للطلاب أن يدخلوا المتاهة، إذا بحث طلاب أرمينيا مثلاً عن حل واستعانوا بجوجل فسيقفز لهم هذا الخبر بمواقع صحفية عربية معروفة يظهر فيه اسم بدر سرحان بأنه مستشار لوزارة الصحة، وبأنه اجتمع مع طاقم ترخيص المهن الطبية بوزارة الصحة ورئيسه الدكتور أمير شانون في القدس، وبأن الاجتماع إيجابي ومهني وبالمستقبل ستكون لجنة خاصة بالموضوع بمشاركة بدر سرحان هذا. فحصت الأمر فتبين أن هذا المنصب مستشار وزارة الصحة للشؤون العربية غير موجود بتاتاً. السؤال من أين للطلاب الغارقين بدراستهم وامتحاناتهم أن يميزوا بين المعلومات الصحيحة والمخادعة، علما أنها كلها تبدو وكأنها صحيحة. تواصلت مع بدر سرحان الذي عرفت من مجموعة من الطلاب أنه سابقا كان على تواصل معهم. لما بتقول أنا طلبت يعني ضمن أي صفة؟ هو مسألة التعريف هذا بأنك مستشار الوسط العربي في وزارة الصحة. أنا مش مستشار للوزير، أنا من الدار العربي طبعا عندي مكتب الاستشارة. أوكي، يعني التعريف الموجود ببعض المواقع مش دقيق. هل وزارة الصحة مخترقة إلى هذا الحد فلا تنتبه لما يشاع عنها حتى في وسائل الإعلام؟ بعض الطلاب يطمحون أن يصبحوا أطباء وهذه مهنة سامية، وبعض الأهالي يطمحون أن يصبحوا آباء وأمهات أطباء وتصبح على الأبناء مهمة تحقيق حلم ذويهم، الأمر الذي يجعلهم فريسة لذيذة لجشع بعض المستغلين. وفي مجتمعنا يحتفون بنجاح الأطباء دون غيرهم كالمعماريين ومهندسي الحاسوب والمربين وغيرهم. يقول أحدهم بأن هذا قد يكون نابعاً من أننا مجتمع خوفه من المرض أشد من حبه للتقدم. بالنسبة للأطباء الذين اعتقلوا، علمنا أن واحداً على الأقل قد اعترف بأنه تعلم في إحدى الدول لـ4 سنوات ثم فشل بذلك،
ولكن لاحقا سافر لدولة أخرى لأسبوع واحد فقط، وعاد بشهادة مزورة بأنه تعلم هناك 6 سنوات. ولكن اطمئنوا، هو لم ينجح بالامتحان. من المهم أن ننوه أيضا إن غالبية الأطباء الذين اعتقلوا هم فعلا أناس قد اجتهدوا وكدوا وتعبوا وحصلوا على الشهادة بحق وبعرك جبينهم، ودخلوا في موضوع الشبهة ظلما وبهتانا، وبعضهم شبان رائعين، ولكنهم وقعوا ضحية بعض المتلاعبين. القضية لم تنتهي، ولكن ما هو أكيد أن الموضوع لا هو بريء كما يشرح البعض، ولا هو قاتم كما روج بيان الشرطة الأول.